مرزق الإله نائب رئيس جمعية الأجاك الروداني لكرة القدم ممثل داخل الجمعية كنائب رئيس. اليوم كما تعرفوا الشعب المغربي يحتفل بذكرى 46 للمسيرة الخضراء. الذكرى كما تعرفوا ذكرى عزيزة على قلوبنا على جميع المغاربة من طنجة حتى الكبيرة. كما تعرفوا جمعية أجاكس منخرطة في اليوم درت واحد النشاط للفئة الصغرى باش ترسخ لهذه الفئة الذكرى العزيزة على قلوبنا ذكرى المسيرة الخضراء وتعرف في الأولاد ديالنا ما قدمت أجداد ديالنا في الذكرى والتضحيات في تحرير الصحراء المغربية. واليوم درنا واحد النشاط رياضي وكم المناسبة راه حضرتو شفتو أمور كيفاش دازت. سي مرزق بمناسبة ديال احتفال فرح أجاكس الروداني بذكرى 46 من المسيرة الخضراء وكنعرفوا أجاكس الروداني قربنا أكثر حول طريقة الشغال لأنه كان حرق مراحل من الهواة الحمد لله السنوات أبان على علو كعبيه كمكتب مسير جميع مكونات الفرق كلاعبين كإدارة تقنية لولاتي عطيش تشرف الكرة الروداني بالدرجة الأولى. أشكرك على هذا الشكر وهذا التقديم لفريق أجاكس. أي عمل ناجح الأخ الكريم لابد وراه واحد كتلة خلينا نقولوا واحد مجموعة مكتب الحمد لله مكتب أجاكس متماسك تيكون نقاش تيكون صراعات تيكون ولكن داخل المكتب داخل المنظومة ديال أجاكس باش دائما غيرة على الكرة الرودانية غيرة باش نعطوا واحد الصورة نقية ديال التسيير الحمد لله يشهد لنا التسيير يشهد لنا بالأمور كاملة لا بد تعرفوا أجاكس دخلت العصبة من 2013 اليوم كانت لها فريق ممتاز دائما نشرف حضور أجاكس نشرفوا مدينة الترودان عندنا أهداف عندنا استراتيجية نطمحوا إن شاء الله باش نحققوا هذه السنة. شكرا نشكروا هذه المناسبة ما بينساو هاد الناس يقدم لهم هذا الشكر بهذه المناسبة يدعموا الفريق ينخرطين مع الفريق يساندوا الفريق داخل المغرب خارج المغرب المستشارين ديال الفريق. حنا تنقول لكم هذا النداء قدموني هنا يد نهضوا النداء الساكنة الرودانية مغيرين على الكرة الرودانية فريق أجاكس هذه السنة إن شاء الله تيفكر يخطو يدير واحد الخطوة حط في البرنامج ديالو هاد الخطوة ماشي بالسهل إلا ما تضافرت الجهود قدمنا واحد الدعم أجاكس الحمد لله راه معروفة بالصفة بالنقاء ديالها السير النقاء ديالها في جميع الأمور قدموا لنا يد المساعدة وحنا راه غادي نبانو إن شاء الله وندينو الكرة الرودانية وشكرا والسلام عليكم.